وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: لم يصلي الفجر وأتى المسجد وصلاة الظهر قائمة، رأي الدين في ذلك؟ رأي الدين في ذلك هذا تفريط عظيم عفى الله عنا وعنه. قال الله عز وجل: فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال أهل العلم: إن الذي ينام عن الصلاة عمدا عياذا بالله لا تقبل منه ولو صلىها 1000 مرة. وقال بعض أهل العلم: إن الذي ينام عن صلاة الفجر عمدا ويضبط المنبه على وقت العمل دون وقت الصلاة، قال هذا يكفر عياذا بالله. فالأمر هنا أمر عظيم، ليس فيه شيء من اللعب أيها الفضلاء الكرام، الأمر هنا أمر عظيم. نسأل الله السلامة والستر والعافية. فإنسان يترك صلاة الفجر إلى الظهر هذه بلية عظيمة. والنبي يقول: إن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالأمر عظيم. قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الله المستعان. لكن إذا غلبه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فإن وجد صلاة الظهر قائمة دخل معهم وصلى الظهر مع الجماعة، ثم بعد ذلك أقام وصلى الفجر، ثم إن أعاد الظهر للترتيب فلا بأس، وإن لم يعيدها فلا بأس. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم.